اهلا حياكم الله. اليوم بندلع اللطيف هذا، بنجمله بنضبطه. المهم بنعطيه غسله مره لطيفه. طيب اول سؤال، تنغسل عادي؟ اي نعم تنغسل عادي. طيب عندك سماعات، عندك مدريش، عندك العداد، عندك الازرار هذه، عندك مدريش، كلها عادي طبيعي مره، بينغسل زي السياره مره طبيعي، ما في مشكله، لانه انت اصلا بتنشبه في المطر، يعني احنا بنطلع بنمشي في المطر في الوضع عادي. طيب ايش فائده البخاخ هذا؟ هذا يعزل يحمي ويزيل الرطوبة ويزيت وينظف اللي هو الأزرار عندك والأمور هذه. طبعا أنا قبل شيء نظفتها، برجع نظفها مرة ثانية زي تمام، ترجع تنظفها وتضبطها. إذا كان عندك زر معلق أو أي مشكلة في الأزرار تمام، بترجع تنظفها بهالطريقة والوضع زي الحلاوة. عندك هنا حقة الهيدروليك، هذا النافيجيشن، وهنا فيه الريوس، هذا زر الريوس إن شاء الله تشوفونه. لحظة، اي من هنا، هذا هو الصغير، هذا حق الرايوس تمام، والازرار هذه كلها تمام. هنا المقسمات هذه، وهنا صوت والاشياء هذه كلها كامله. تنظفها بالشكل هذا اللطيف، ينظفها لك، يشيل الاوساخ، يظبطها لك، وبعدين تبدا ايش تغسل الجميل هذا. طبعا في الغسيل انا استخدم الكار ووش، هذا اخذته من يا رب اعطيني اسمه، من ساكو، اخذتها كل هذه الاغراض من ساكو. المنظف هذا، الجهاز حق الغسيل هذا برضه اخذته من ساكو. الكيو 20 اخذتها كلها من ساكو، تحصلها باسم السياره. طيب خلينا نبدا ايش بعدين كذا تنهيل بسيط. تمام تلاحظون انه في رغوه خفيفه، تمام لاحظوا في رغوه، بس هنا في رغوه كذا من الجميل. من فوق ومن تحت يضبط، لان اصلا كان امس مطر، جانا مطر امس، ف العدم شوي الدكار. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، نفتح الجهاز شوي وين هنا برضه من تحت الادراج الخلفيه والمقاعد، امورك كلها ايش اسم اسفلوا عادي، عامل معاملة اللي هو السيارة. الحين بنعطيه غسلة لطيفة كذا ايش نضبط الامور. طبعا في قطعة ساكو تاخذها للجهاز نفسه تعطيك اكثر من رغوة هذه، لكن القطعة عندي خربت، ف معليش بنغسل ايش مانوال باليد، نضبط الامور وكله في الاخير بيطلع بيطلع غسيل. من هنا تضبط الامور كامله، كل عدسات كل شيء اللي دايخ الشفت. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. هذا هنا ايوه زي كذا، السلام عليكم. شاطرة مطيعة مؤدبة محترمة، انت الشافات بس المقاعد. الدنيا كلها ايش في التكلف. الكزوز هنا كفر حقيقي كامل، يا سلام. والادراج هذه الجانبية، الموضوع ايش في السليم. طبعا في بخاخات برضه تاخذها اللي هي طبقة عازلة تأديك، هذه مرة كويسة اذا انت بتنسى تحط امورك، يعني يكون فيها لخبطة شوي تمام، فتاخذ العازل بخاخ تبخه، بعدين اذا وصلت المكان حقك تحط لك عزل يزبط لك الأمور كلها. ما شاء الله ما شاء الله. Thank you.
شعولي هاي هاي الآن خلصنا الغسيل كامل، نبدأ إيش؟ نجيب الموية اللي هو الضغط العادي. ما شاء الله. طبعا المويه مره ترى ضغطها عالي، تمام. فاذا كان عندك مشاكل في البويه حق السياره او راس، انصح تستخدم القوه هذه حق السياره، تقدر تخفض زي كذا، تمام. عشان كذا يشيل لك نفس البويه. نرجع بس
كذا خلصنا. ما شاء الله ما شاء الله، مرة راي غسلة لطيفة، مرة لطيفة ما شاء الله. فبنبدأ الحين بس خلي ينشف شوي، بس شوي يكون فيه موية خفيفة، نبدأ إيش نستحد. هذه أحلى حركة عندي زي كذا تسوي، تنويها، تبدأ إيش تدعك بلطف، تدعك بإيش بلطف، تلطف هنا الله يلطف بنا. يا الله اللهم امين يا رب. تبدأ إيش كأنك تسوي مساج، شفت كيف؟ كأنك إيش تسوي مساج، قاعد تمسج. الله الإبداع، الله عليك يا سعد يا مبدع، إيش الفخامة ما شاء الله تبارك الله، كيف سبحان الله. نبدأ ندعك مرة ثانية. ما شاء الله تبارك الله، ومن هنا كمان ما شاء الله سبحان الله كيف صارت، واو. طيب وهنا برضو هذا، تجي من هنا في أماكن هنا ما لها مساحات لطيفة كذا ما شاء الله. الطيس طبعا الطيس يبغى لها رشة خفيفة، هذه يبغى لها كذا رشة ولمسات لطيفة. كذا علبة موية بنص طشها عليه، صابونة بريال خلاص اتغسلنا. يمين غسلت الكام حتى. الرديف برضو لوحق علينا يعني لازم نعتني فيه، ما شاء الله 40 عام. رايق. طيب وهنا كمان الجناح يكون خلاص قربنا ايش خلص اللطيف. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، الأخير غسلة سريعة 5 دقائق 6 دقائق 7 دقائق، غسلنا وزبطنا ونظفنا الأمور كلها. فبروح قهوة تمام وبرجع شوي، بنطلع ناخذ فرة في الجو اللطيف. شوف الأجواء كيف، قسم بالله ما السنين بالله، أجواء لطيفة مرة لطيفة مرة لطيفة.